السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة كان ورد في بعض الأسئلة بتاعت المتابعين، اللي إزاي لما عملنا الفيديو بتاع الحمامة اللي برجل واحدة، في ناس قال لي إزاي هي بتاكل لوحدها، ما حد، في ناس مش مصدقة. والله يا جماعة، هي الحمامة اهي نايمة على الزغلولين بتوعها، هم اهي الحمامة اللي برجل واحدة. طلعت البيض، يمكن قبل كده كنت جايبها وهي بيضة بيضة واحدة، اهو حضراتكم شايفين الرجل اهو، الحمامة المعجزة اهو يا جماعة، رجل واحدة اهو، مفيش فيها رجل، يا رب تكون باينة اهو، نايمة على ولادها اهي، لسه يمكن فقساهم من امبارح اهو حضراتكم، وبتاكل وتشرب وتتزاوج. وده بيضها والله يا جماعة، ده بيضها، أنا ما غيرت فيه حاجة، أنا صاحب ببدل لما يكون في بيض فاضي أو كده. والله ده بيضها ودي زغلول، بيضها مليان ما شاء الله، وفي زغلولين أهم. وحضراتكم اللي هيسألوني من الحمامة، مش باين الرجل، بتدوس عليها كفة رجلها خالص، طايحة خالص اهي برجل واحدة، صواب ما فيش فيها صوابع الرجل التانية اهي، مدخلها لجوه اهو. ايوه، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الموضوع اللي فات، كان عن الحمامة اللي برجل واحدة، انا طلعت لقيت ملفوف عليها خيط حازز على رجلها، حاولت اعالجها، فكيت من على رجلها الخيط، الرجل كانت معلقة. بعد كام يوم لقيت الرجل وقعت، طبعا دهنت لها بتادين ودهنت لها حاجات، لكن هو ده عظم في الرجل، ده ما فيش يعني ما فيش منه دم وما فيش منه خطورة، اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو الرجل الواحدة اهي، وهي على فكرة حنينة جدا اهو. نشوف حطها اهو، شوفوا يا جماعة نزلت ازاي اهو، راحت لولادها خالص اهي، شوفوا ازاي حمامة حنينة جدا اهو، مهما تشيلها هي بترجع لهم تاني، مش خايفة مني ولا حاجة، مش زي الحمام اللي بيخاف. ولو كده حضراتكم نبقى نصورها لكم هي بتزغطهم في مرة تانية ما يكبروا شوية، طبعا هم دول بيزغطهم تزغيط اللي هو اللبة، في حضراتكم اهو فيهم اهو، لو شفت الزغلول اهو هو لسه فائس لسه طري، لكن والله في اكل اهو، اخد اهو، يا رب يكون باين اهو، متزغط اهو، اخد اللبة اللي هو زي المهلبية ده اهو. نشوف التاني، يمكن ده مش شبعان قوي زي الاولاني، لكن واكل، يمكن هو ده اللي طالع متأخر، هو طبعا اللي طالع قبل التاني بياكل اكتر حضراتكم، لكن هنتابعهم برضو ونوري لكم لما يكبروا شوية ان شاء الله. هي الحمامة حنينة بتكبر ولادها ما شاء الله، بتزغطهم كويس، ونتابعها في فيديوهات تانية. لو حضراتكم عايزين نتابعها قولولي وانا اصورها لكم بتعملت ايه. لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تضغط على زر الجرس عشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.